السلام عليكم. اليوم بدي أعرفكم على ضيفة وهي نبتة مفترسة بتصطاد حشرات وبتاكلها. اسمها العلمي فينوس فلاي تراب، وهي أكبر إثبات إنه النباتات والأشجار هي مخلوقات حية بما في الكلمة من معنى، ولازم ما تأذوها، على العكس تزيدوا من زراعتها وتعتنوا فيها. كل ورقة بهالنبتة هي فخ لاصطياد الحشرات، مثل ما شايفين إلها رموش بتطبق على الحشرة تماما مثل اليدين. بهالطريقة هيدي بمجرد هبوط الحشرة بتسكر بأحكام، وكل ما حركت الحشرة كل ما أفرزت الورقة أنزيمات لتفتيت وتحليل الحشرة، وبتضل طابقة عليها من 7 إلى 10 أيام، بتمتص خلالها عصارتها، بعدين بترجع بتفتح. الحشرة لازم تكون بالحجم المناسب، إذا كانت أكبر من اللازم وظل طرف منها متدلي خارج الرموش بتضعف الورقة وما بتقدر تهضم الحشرة، وهالشي سيء للنبتة. وعندي هون نموذج لبعوضة مثل ما شايفين هون، حاولت تلقطها بس ما فاتت كلها، فضل طرفها متدلي. هذا هالشي منه منيح للنبتة. وهالنبتة على فكرة ما بتحب التربة الغنية، بتعشق الرطوبة طول الوقت، ولازم تسقوها وتغمروها بالماء 3 مرات بالأسبوع. وإذا كان الجو حار وجاف جدا بيلزمها سقي أكثر، فهي بتحب الرطوبة وبتكره التيار الهوائي. لازم تخلو دايما تحتها طبق أو صحن، ومن وقت لوقت ترشوا عليها مي بواسطة البخاخ مثل هيدا، بترشوا عليها على الوراق. وعلى سيرة المي، مية الحنفية ما بتناسبها لأنها بتحتوي على الكلورين ومواد كيميائية أخرى بتأذيها. ما بتحب المياه المعدنية، أفضل نوع مياه بيناسبها هو المقطر. بس أنا شخصيا من وقت ما اشتريتها من حوالي 2 شهر وأنا بسقيها مية حنفية وماشي حالها، ممكن المياه المقطرة أفيد لها، بس مية الحنفية مش حتقتلها. بالنسبة للتراب اللي بيناسبها، فهو اللي بينمى عليه طحلب مثل هالنوع، هو نوع من خاص من الأعشاب بينمى على التراب اللي فيه رطوبة. هالنبتة بتعشق أشعة الشمس، لما تعرضوها للشمس أوراقها بصير لونها مائل للحمار، وبتفرز عطر جميل جذاب جدا للحشرات، واللون الأحمر كمان بيلعب دور في جذب الحشرات. وداخل الورقة في 3 نقاط حساسة هي اللي بتخليها تعمل رد فعل وتطبق عند هبوط الحشرة، وما لازم أبدا تتسلوا بدغدغة الأوراق بواسطة عودة مثلا وتخليها تطبق على فراغ، لأنها بتفقد كتير من الطاقة لما تطبق بدون وجبة تتغذى منها. الأوراق الميتة قصوها بالمقص مثل هيدي مثلا، قصوها بالمقص وتخلصوا منها. هتلاحظوا دايما برعمة لأوراق جديدة في الوسط مثل ما شايفين هون برعمة، وهون كمان هيدا جديد كمان. دايما دايما من الوسط بتضلت برعمة، هون في واحد كتير صغير عم يطلع. وبالنسبة للأوراق المطبقة اللي شايفينها، فكل وحدة مصطادة حشرة، هيدي في داخلها حشرة حاليا مثل ما شايفين مطبقة، ومبين لونها شوي من خلال ال من خلال ال يعني لما بنطلع او بنضوي بتبين الحشرة. وانا حطيتها على طرف النافذة من الخارج، فبتلتقط اشكال والوان من الحشرات، وفيكم تحطوها من الداخل فبتخلصكم من كل الذباب والبعوض والعناكب واي حشرات صغيرة تانية. وعلى فكرة النموذج اللي معي صغير بالغابات في نفس النبتة، لكن اوراقها اكبر بكتير، ممكن تصطاد ضفادع. في فصائل كتيرة منوعة من النبات المفترس، في منه بشكل بوق، في منه بشكل حبيبات بتعمل رطوبة وبتعلق عليها الحشرات. عالم آخر غريب جدير إنكم تستعلموا عنه وتتعرفوا عليه. وهالنبتة ممكن تنبت بجانبها فسخات تانية، بتفصلوها وبتزرعوها بإناء مختلف. وبنهاية الحلقة بدي أحاول طعميها. للأسف ما عندي حشرات، لكن هحاول طعميها قطع دجاج
مصحب. من فترة لقط عنكبوت وطعميت إياه بلا رحمة. العنكبوت من الحشرات المفترسة، عند كل وجبة أكل بيرتكب جريمة فبيستاهل هيك مصير. هلا بدي أحاول طعميها، بدي أحاول أقربها لتشوفوا المنظر كيف بدها تطبق على الفريسة. روحت هيدي، حتى لو حدي أصغر. شايفين كيف طبقت عليها؟ بس شوي شوي ضخمة، كان لازم أقطع عليها أصغر. هون في الذباب اللي ما قدرت القطع، أو البعوضة. حاول شليها، طبقت عليها، هلا بتعصرها كليا. بدي تعمي هيدي الورقة فاتحة يعني جائعة بدها تاكل. حطلها كمان لقمة. طبقت عليها مثل ما شايفين، هيدي القطعة كان مناسب طولها لأنها طبقت كليا. وين بعد في أوراق مفتحة، هيدي بدي أحاول طعميها. في حال ما طبقت فورا، بعد فترة بترجع بتلاقوها طبقت. بدي كمان طعمي هيدي، هيدي اللي هون. اللي كان فيهم حشرات سابقا وفتحوا، بعد فترة ممكن يسودوا أحيانا، ما بيعودوا يعني. في منهم بيموتوا بس بيطلع بدالهم براعم جديدة. مثل ما شايفين اللي كانوا فاتحين وما مصطادين من قبل، طبقوا جيدا هيدي وهيدي. هيدي مثل ما لاحظتوا عم تضغط شوي شوي على قطعة الدجاج. وين بعد في اجمالا بيكفي لليوم. بتمنى تكون هالمعلومات فادتكم. لمشاهدة المزيد ضغطوا الرابط أدنى أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة، وما تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء.